ازيك يا باشمهندسين؟ ان شاء الله هنكمل النهارده الجزء الخاص بالبيمز. كنا ابتدينا المره اللي فاتت واتكلمنا عنه شويه كده وحددنا عليه مسائل، وهنكمله ان شاء الله النهارده. تنبيهين بس مهمين كده قبل ما نبتدي. اول حاجه خاصه بالشيت او الاساينمنت بتاع بيمز، هو هنزل لكم على الويب سايت وهنزل لكم الديدلاين بتاعه وكل حاجه، فان شاء الله ده هيتسلم الاسبوع الجاي. الحاجه التانيه ان هيبقى في ميتنج اسبوعي عن طريق زوم اونلاين، الهدف منه اسئلتكم ونبتدي نكونتاكت مع بعضينا، اللي عنده اسئله اللي مش فاهم حاجه نبتدي ايه نوضحها. وانا خليت لكم ميعاد ان شاء الله يوم الاربعاء الساعه 5، برضه هنزل لكم اناونسمنت على الويب سايت بتاع الاي ليرنينج، وهينزل لكم على الجروب ناس خلي من زمايلكم، او انا هنزل لكم ان هم نوضح لكم الميعاد امتى بالظبط عشان الناس كلها تبقى واضحه عليه. يعني عندكم في ميعاد تاني للمحاضره يوم السبت، فانت كده هيبقوا عندكم في وقت انكم تسالوا فيه الدكتور يوم السبت، ووقت انكم تسالوني انا يوم الاربعاء، بحيث انا خليته في نص الاسبوع تبقوا ذاكرتوا شويه تبتدوا تسالوا قبل ميعاد تسليم الاساينمنتات بتاعتكم اللي هو بيبقى في اول الاسبوع اللي بعده. تمام؟ طيب خلينا كده نكمل. احنا بقى اللي كنا عايزين نعمله هنكمل الجزئيه اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت بتاعه البيمز. خلينا كده نبتدي بمساله. عندي مساله زي دي 3 باكات، عايزين نبتدي نحلها باستخدام الاستفنس ميثود، وعايزين نرسم البندنج موم دايجرام وشير فورس دايجرام، تجيب رياكشنز، اي حاجه انت كنت عايز تعملها تقدر تعملها. في البداية خالص دي المسألة بتاعتك، فكنا كلنا بنقعد نفكر في ايه الديجريز اوف فريدم بتاعتي اللي محتاج ان نحلها. اتفقنا ان في البيم عند كل جاينت بيبقى عندك 2 ديجريز اوف فريدم، لان احنا في البيمز بنهمل الاكسل، فانا عندي هنا عمودية على الممبر وروتيشن، بس الاثنين بما ان دي فيكسيشن عارف ان هما بصفر. بعدين جينا عند النقطة التانية دي، عندي 2 ديجريز اوف فريدم بس انا عارف ان الحركة الرئيسية بكام؟ بزيرو، عشان ده هنج او حتى رولر، وبالتالي هيبقى عندي روتيشن بس، فده هنا هيبقى ايه 1. بعد كده مسكنا النقطة التانية دي، برضه الحركة الرئيسية ممنوعة، يبقى أنا عندي روتيشن U2 وهنا فيكسيشن، يبقى هو مانع للحركتين دول، وبالتالي السيستم بتاعك هيبقى 2 ديجريز اوف فريدم عبارة عن روتيشن بالشكل اللي قدامي ده. طيب أنا عندي 3 ممبرز رقمتهم بالشكل ده، أبتدي أحل كل واحد منهم لوحده. طب أحلهم ازاي؟ أول خطوة عايزين نجيب الفيكسد اند فورسز. بنقول لك خد كل باكية منهم كأنها فيكسد فيكسد. أدي الأولانية عليها كونسنتريتد مومنت قيمته 20، فقلنا هنا بيدي إما على الأربعة وبيدي هنا ام على الاربعه، تمام، في نفس اتجاهات الروتيشن. ولو عايزين نجيب الرياكشنز دي كنا بنجيبها ازاي؟ تعالى تعرف تجيب لي محصله المومنتات دي كلها. ده دي 20 كاونتر كلوك وايز، وخمسه كاونتر كلوك وايز، وخمسه كمان كاونتر كلوك وايز، يعني هم مجموعهم 30 وكلهم عكس ايه؟ عكس عقارب الساعه. فمعنى كده ان الرياكشنز دي لازم تعمل مومنت 30 بس يلف في ايه؟ عكسه، يعني مع عقارب الساعه بالشكل ده. فده هيبقى لفوق وده هيبقى لتحت. طب قيمه الرياكشن كام؟ هي قيمة المومنت اللي طلعناه اللي هو مجموعهم اللي هو 30 مقسوم على المسافة دي، 30 على 6 اللي هي 5. فدي الرياكشنز الرئيسية. لو جينا نكتب البي ممبر أو الممبر فورسز على الممبر ده، فبنبتدي نقول في الاتجاه الرأسي 30 على 6 اللي هي 5، وبعدين عندي مومنت هنا 5، وليه موجب؟ لأن ده كاونتر كلوك وايز، الاتجاه الموجب اللي احنا فرضينه من المرة اللي فاتت. وهنا الرياكشن الرأسي يبقى ناقص 5، وهنا المومنت يبقى 5 بس برضه كاونتر كلوك وايز، فاشارته ايه؟ بوزيتيف. يبقى ده كده البي ممبر بتاع الممبر الاولاني. الممبر الثاني كان عليه ديستريبيوتد لود، فهيطلع مومنت ده بي ار سكويرد على 12، يبقى دي 9 و9، هيطلع ده بيقول على 2 9 و9. لو عايزين نكون البي ممبر هيطلع الرياكشن هنا الراس 9 موجب، وهنا كمان دي 9 موجب لان عكس عقارب الساعه، الرياكشن الراسي هنا 9 وهنا المومنت ناقص 9 لان ده كلوك وايز. اخر واحد خالص اللي عندك، عندي 2 كونسنتريتد لود كل واحد منهم قيمته 8، فزي ما اتفقنا هيطلع ده بي في ايه؟ في بي في الايه؟ في البي على ال، يعني 8 في الاثنين في الاربعه على ال اللي هي 6، طلعت لي 10.66. دي قيم الفيكس اند مومنتس اللي احنا كنا كاتبينها من السكشن اللي فات، واتفقنا ان دي انت هتحفظهم. وهنا هيطلع لك الرياكشن 8 و8، وبالتالي ده البي ممبر بتاع المساله بتاعتي. طيب كل اللي انا عملته كونت البي ممبر لكل واحد ما بينهم، عشان ده انا هستخدمه وانا بحسب الفورسز اللي فيه. طب لو انا عايز اعمل لهم اسامبلي، مش انا هحل عند ديجري فريدم يو 1 ويو 2، عايز اكون البي ممبر عند يو 1 ويو 2، فابتدي اشوف الممبر ده يو 1 اللي هو اخر رقم 5، هنا يو 1 9، وهنا يو 2، وهنا يو 2. لو عايز اجمع يو 1 اجمع الاثنين دول، طلع لي 5 زائد 9 ده 14، يو 2 ناقص 9 زائد 10.67 طلعت 1.67. يبقى ادي البي ممبر اللي معمول له اسامبلي عند الاثنين ديجريز اوف فريدم اللي هنحل عندهم. بعد كده تعالى نجيب الستيفنس ماتريكس بتاع كل ممبر. ده ممبر فيكسد فيكسد معايا الطول بتاعه، وهو هنا قايل لك ان الاي اي هنا اي واحده، هنا 2 اي، هنا اي، بس ما ادكش قيمه. فمعنى كده ان انا بقول لك حل فانكشن في الاي اي. طب الحاجه الثانيه، بما ان هحل فانكشن في اي يعني هخليها رقم مضروبه في الاي اي، انت شايف هنا الاطوال بتاعتهم كلها ايه؟
كلها 6 متر، فايه رايك انا هاخد اي اي على ال كلها كانه كونستنت، عامل مشترك كده. طب ازاي يعني؟ مش احنا الاستيفنس ماتريكس بتاع الالمنت ده كنا بنقول ده بتتكون 12 اي اي على ال تكعيب، و6 اي اي على ال تربيع، و4 اي اي على ال، و2 اي اي على ال، اللي هي دي الماتريكس اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. فايه رايك لو انا بدل ما عوضت ب 12 اي اي على ال تكعيب، انا ما اعرفش الاي اي بكام، فهخلي 12 في الاي اي بس بدل ما على ال تكعيب هعوض بالال دي. بس بما ان انا قلت انا عايز اي اي على ال كلها عامل مشترك، يبقى انا هخلي دي ال تربيع مضروبه في اي اي على مين؟ على ال. بنفس الطريقه 6 اي اي على ال تربيع، اخد اي اي على ال عامل مشترك، يتبقى لي 6 على ال، اشوفهم بكام واكتبهم هنا وهكذا. فاللي انا هعمله كله ان انا بقول لك هحل نفس الكلام ده كله، بس هشتغل على ان الاي اي على ال عندي كونستنت بره. فجيت قلت لك ده 12 اي اي على ال تكعيب تساوي 12، وانا واخد اي اي على ال بره هي عامل مشترك، يبقى تبقى لي 12 على ال تربيع، يبقى 12 على 6 تربيع طلع التلت مضروبه في اي اي على ال. يبقى انا ادي الاي اي على ال بره بحط هنا تلت. طب 6 اي اي على ال تربيع، اخد الاي اي على ال تبقى لي 6 على ال، اللي هي 6 على 6 بواحد، رحت حاطط دي واحد. بعد كده عندي 4 اي اي على ال، هي اي اي على ال هي مضروبه في 4، يبقى هنا هحط 4. بعدين عندي 2 اي اي على ال اللي هي 2 في الاي اي على ال، حطيت هنا 2. مليت الستيفنس ماتريكس بتاعتي نفس اللي احنا كنا بنتكلم عليها المره اللي فاتت اللي هي اللي قدامك دي. يبقى اللي انا عملته بس ان انا بدل ما كان عندي قيم الاي اي في المساله ما ادهاليش، يبقى مفيش مشكله خالص، خده عامل مشترك. طب امتى اخد الاي اي بس عامل مشترك او الاي اي على ال؟ لو الاي اي بتاعتي هي ال متغيره يبقى انا هاخد الاي اي بس. طب لو ال بتاعتي هي كمان كانت ثابته في كل الباكيات، يبقى انا ممكن اخد اي اي على ال. طب يجي واحد يقول لي ليه ما خدتش اي اي على ال تربيع؟ لان انت اقل حاجه هنا مين؟ ال واحده، عشان كده قلت انا هاخد اي اي على ال بس. تمام. طيب فاللي انا هرجع له تاني كده، ادي المساله بتاعتي، انا حليت المساله دي، خدت اي على ال طلع لي دي، ادي 12 اللي هي التلت، ادي هنا 6 اللي هي واحد، ودي ناقص 12 ودي 6، بعدين 4 اي اي على ال ناقص 6 اي اي على ال تربيع، 2 اي اي على ال، وهكذا. ابتديت كملت الماتريكس. طب ودول احنا دي الماتريكس سيمتريك، فلو ده واحد يبقى ده واحد، لو ده ناقص تلت يبقى ده ناقص تلت، لو ده واحد يبقى ده واحد، وهكذا. فدلوقتي تقدر تبني الماتريكس دي. طب هل الاستيفنس ماتريكس بتاعت الممبر اللي اسمه واحد هتفرق عن الستيفنس ماتريكس بتاع ممبر نمرة 3؟ لا. ليه بقى؟ مش هو نفس الطول ونفس الاي ولا لا؟ طب ايه الفرق عنهم عن ممبر 2؟ ان انا قايل لك ان ده 2 اي 2 اي، عشان كده دي نفس الماتريكس بتاعت الممبر الاولاني، هي نفسها بالظبط الممبر مين؟ التالت، مع اختلاف ترقيم الديجريز اوف فريدم. بمعنى الممبر الاولاني كان بدايته 0 0 ونهايته 0 يو 1. طب الممبر التالت اهو هنا بدايته 0 ويو 2 ونهايته 0 0، فهو هتلاقي هنا 0 ويو 2 و0 0، فهو نفس الماتريكس بالظبط، بس خلي بالك الترقيم هنا ماله مختلف شويه. يبقى انا خلصت من ممبر 1 وممبر 3، اتبقى لي ممبر نمره 2 فيكسد فيكسد، هعمل فيه نفس الكلام، بس خلي بالك هنا الاي بتاعتك ب2 اي، وبالتالي انا لو جيت قلت لك ده 12 اي اي على ال تكعيب، ادي الاي اي على ال بس 12 مضروبه في 2 على ال تربيع اللي هي ب36، هتلاقي كل الاقيام دي طلعت لك ضعف مين؟ اللي فوق. فده 2 على 3، ده كان طالع هنا 1 يبقى 2، ده 4 يبقى 8، ده 2 يبقى 4. ليه؟ لان الاي اي بس هي اللي زادت للضعف، هل ال اتغير؟ ما اتغيرش، عشان كده فضل زي ما هو. ورحت مريت الماتريكس دي والترقيم بتاعها هيبقى 0 يو 1 اللي هي الروتيشن، 0 يو 2 اللي هو الروتيشن. انا كده جبت الاستفنس بتاع كل ممبر منهم. الخطوه الجايه ان انا اقدر اعمل ايه؟ اسامبل ليهم. فهبتدي اعمل ايه؟ ماتريكس 2 في 2 زي ما كنا بنعمل على طول. من الممبر الاولاني يو 1 مع يو 1 هيديني قد ايه؟ 4. طب هل الممبر الثاني الثالث ده فيه يو 1 مع نفسها؟ لا. اروح جاي هنا، طب يو 1 مع يو 1 هيديك كام؟ 8. بس ما تنساش كل ده مضروب في مين؟ في الاي في الاي على ال. فلو جينا هنا ادي الاي اي على ال 4 زائد كام؟ 8. طب بعد كده عايز اجيب يو 1 مع يو 2، الممبر الاولاني مفيش يو 1 مع يو 2، الممبر الثالث مفيش يو 1 مع يو 2، مفيش غير الممبر مين؟ الثاني. لو جبت يو 1 مع يو 2 هتطلع كام؟ 4 في اي اي على ال، يبقى ده 4 في اي اي على ال. من السيمتريه يبقى دي كمان 4، اروح اجيب يو 2 مع يو 2، يبقى دي يو 2 مع يو 2 من هنا 4، يو 2 مع يو 2 من هنا 8، طلعت لي دي برضو كام؟ ال 12. بقت دي الاستبنس ماتريكس اللي فيه واحد ويو 2. كده دلوقتي اقدر احل السيستم اوف ايكويشن البي جوينت بتاعي بصفار، ما كانش عندي لودز في اتجاهات النقط دي. بعد كده البي ممبر اللي انا حسبته في الاي في الاي في الاستفنس اللي انا جبتها، كل ده فيه واحد ويو 2. من هنا اقدر احل يو 1 ويو 2 جيبهم اه. طب ازاي هتحلهم وتطلعهم رقم في ده وانا ما اعرفوش؟ كل اللي هتعمله على الاله اعتبر الرقم ده كده مش موجود، الاي اي على ال، يعني كاني قسمت عليه الناحيه الثانيه فطلع ال على الاي اي، صح كده؟ ودول الرقمين اللي هيطلعوا لك منين؟ من الاله. يعني هتحل المعادله بتاعتك 12 يو 1 زائد 4 يو 2
زائد 14 تساوي 0. وبعد كده بنفس الطريقة هيبقى عندي ده كمان 4 يو 1 و12 يو 2 زائد 1.67 تساوي 0، بس الرقم ده كان مقسوم على ال EI على ال اللي هو كأنه مضروب في ال على ال EI. جبت من هنا يو 1 ويو 2، أقدر أعمل إيه؟ تجيب الفورسز اللي في كل ممبر، أضرب الستيفنس في اليو بتاعته اللي انت جبتها. ما تنساش ان اليوهات اللي انت جايبها دي مضروبه هنا في ال على مين؟ على اي اي. والكي بتاعت الممبر كان في اي اي على مين؟ على ال. طب لما انا اجي اضرب الاثنين دول في بعض، هنا كان في اي اي على ال، وهنا في ال على اي اي، فهتلاقي دول كلهم طلعوا مع بعض، فانت خلاص مش محتاجهم. زائد البي ممبر بتاع الممبر الاولاني، رحت مطلع من هنا مين؟ الفورسز اللي موجوده بتاعت الممبرز دي كلها. تمام، جبت انا الفورسز دي، ابتدي اعيد نفس الكلام اللي موجود عندي اللي هو ايه، ان انا خلاص ممبر التاني هعيد عليه نفس الكلام، طلعت الفورسز اللي موجوده. قلت لك وانت بتحل تشيك دايما على ايه، ان المومنت اللي هيكون في النهايه بتاعت الممبر الاولاني لازم يكون نفس المومنت اللي في بدايه الممبر اللي بعده مع اختلاف الاشاره، لان الاتزان لازم يكون متحقق. وبرضه ما بين ممبر 2 و3 ادي المومنت هنا في النهايه 11.79 وبدايه الممبر الاخير 11.79. الحاجة التانية برضو اللي دايما تاخد بالك منها عشان التقريب وعشان الرسومات بتاعتك كلها تطلع مظبوطة، لو فاكر في المسألة بتاعتنا الباكية الأولانية كان عليها لود، لا الباكية التانية كان عليها ديستريبيوتد 3 في 6 يعني 18. طب أنا عايز أوصل لإيه؟ أنت هنا ما جبت الفورس اللي في المنبر الأولاني بتقول هنا ما كانش فيه لود، صح؟ يبقى لازم مجموع الاتنين دول يكونوا نفس القيمة وعكس بعض في الإشارة، عشان كده ده لازم يطلع 3.74 وده ناقص 3.74، فلما تيجي تقرب لازم الاتنين دول يبقوا نفس الرقم. طب ده الباكيه الثانيه كان عليها ديستريبيوتد لود مجموعه كام؟ 3 في 6 ب 18، يبقى لازم يكون الرياكشن ده زائد الرياكشن ده مجموعهم 18 بالظبط. فانت لو قربت هنا للرقم الثاني يبقى هنا للرقم الثاني. بنفس الطريقه القيمه الثالثه كان عندي 8 و8 16، يبقى ده زائد ده لازم يدوا كام؟ 16 بنفس الرقم بالظبط، عشان كل حاجه تطلع عندك في الاخر كاشير كل حاجه متقفله وطالعه بالظبط القيم بتاعتك. بعد ما عملنا كده لو عايز تحسب الرياكشنز فانت تقدر تعمل ايه؟ هتروح جاي تقول لي ادي الرسمه بتاعتي، الرياكشن الاولاني ده اللي هو 3.74، طب عايز اجيب الرياكشن عند التاني ده مشترك ما بين اخر الممبر الاولاني اللي هو ناقص 3.74 واول الممبر التاني اللي هو زائد 7.04، يبقى انا اقول 7.04 ناقص 3.74، رحت حسبت القيمه دي طلعت لي 3.3، وهكذا جبت بقيه الايه؟ الرياكشنات دي. من هنا اقدر ارسم الشير، طبعا رسمته بسهوله جدا، طلعت كونستانت، فضلت ماشي كونستانت لان هنا مفيش حاجه تغير الشير، ده كونسنتريتد مومنت ما يظهرش غير في المومنت بس. بعدين طلعت كمان 3.3، بعدين نزلت 3 في 6 ب 18، طلعت الرياكشن اللي هو 19، مشيت نزلت 8، مشيت كونستانت نزلت 8 كمان لحد ما قفل معايا للزيرو. طب انا عايز ارسم المومنت، والله القيمه في البدايه خالص كانت عندك اهي 2.48 اللي هي دي، طالما طلع موجة بيبقى عكس عقارب الساعة يعني دي السهم فوق. بعد كده المومنت في آخره كان ناقص 0.04، طالما بالناقص يبقى هو كلوك وايز، يبقى دي السهم فوق وقيمته كام؟ 4 من 100. فأنا هروح جاي هنا المومنت اللي عندك هنا 2.48، المومنت اللي هنا 4 من 100. طب ينفع أوصل ما بينهم بخط كده داش أو بخط صارد؟ لأ، تعالى نشوف إيه اللي جوه كان عندك هنا مين؟ كونسنتريتد مومنت. يبقى إحنا كل اللي عايزين نعمله إن أنا أبتدي أشوف الشكل بتاع البيندنج مومنت اللي بيظهر هنا كان شكله إيه. طب قدامك طريقة من الاتنين تحل بيهم الحتة دي، ايه هي؟ مش احنا كنا بنقول ده انا بعلق السيمبل بيم بندنج مومنت؟ طب هو ايه السيمبل بيم بندنج مومنت؟ يعني لو عندي سيمبل بيم عليها مومنت في النص كان بيديك من هنا زيرو لحد ام على الاتنين وينزل الام ويطلع من هنا زيرو تاني، صح كده؟ عشان كده ينفع تعلق المنظر ده. اه يعني انا هحسب القيمة دي في الاخر خالص، احسب في الام على الاتنين تطلع كام واوصل ما بينهم بخط داش وابتدي اعلق دي. اول حاجة التانية ان انا ممكن اعملها ان انا اعمل ايه؟ انا اقول لك طب ما تيجي مش انت بقى معاك الرياكشنز ومعاك المومنت، ايه رايك لو حسبت مومنت هنا من ناحيه الشمال؟ هيطلع 3.74 في المسافه دي اللي هي 3 وعكسه 2.4 كام؟ 8. هتحسب الحسبه دي هتلاقيها طلعت لك 8.74 ودي السهم تحت، رسمت دي ووصلت بخط مستقيم. بس بما ان في كونسنتريتد مومنت فانا بحسب عنده مرتين، مره قبل ودي اللي انا حسبتها دلوقتي، والمره الثانيه ان يكون معايا. فهقول لك ايه رايك طب ما تودي ده ناحيه الشمال وتعالى نكمل. الفورس والمومنت ما تغيروش، اللي ظهر بس مين؟ ال 20. طب ما اجيبها الناحيه دي هتبقى دي السهم فوق ولا تحت؟ فوق، يعني انا بقول لك اطلع لفوق كام؟ 20. فانا كنت 8.7 تحت، اما اطلع فوق 20 بقت 11.26 واوصل ما بينهم. بنفس الطريقه اعرف اجيب المومنت اللي هنا اللي هو زي ما اتفقنا انه هيبقى موجود هنا نهايه المنبر الثاني 11.79 وبدايه الثالث 11.79، وفي الاخر خالص عندي 10.09 اهم، حطيتهم الاثنين
كان في ديستريبيوتد لود هنا وصلت بخط ده يشفع، لا ده فيرو سكورد على 8. كان في هنا 2 كونسنتريتد لودز فجبت كل واحده البي في الاي بتاعتها 8 في 2 ب 16، نزلت هنا 16 وهنا كمان 16، فدي كانت اوطى من دي شويه لان هنا قيمه اقل من اللي بعدها. يبقى اللي انا عملته دلوقتي انا رسمت بيندنج مومنت دياجرام وشير فورس دياجرام لمساله شبه اللي احنا عملناهم قبل كده. الفكره بس الوحيده اللي ظهرت معاك ان انت عندك الاي ممكن تكون ايه مختلف. طيب قبل ما اسيب المساله دي، هو انا السؤال اللي ممكن يتسال، هل انا دايما هيكون عندي البي جوينت اللي انا بحل عليه هنا ده دايما هيكون بصفار؟ لا. طب هو امتى ما يكونش بصفار؟ لو انا جيت في المساله دي زي ما هي بالظبط ورحت قلت لك ايه، تعالى نحط في المساله دي، جيت انا عند النقطه دي وحطيت مومنت اتجاهه كاونتر كلوك وايز وقيمته 10، المومنت الجديد اللي انا حطيته ده هل هو على المنبر ولا عند النقطه اللي انت حاطط عندها ديجري اوف فريدم؟ عند النقطه بالظبط. يبقى الرقم اللي انا حطيته 10 ده هيتحط كجاينت لود عندي واحد، وابتدي اشوف هو موجب ولا سالب. والله ده كاونتر كلوك وايز وده زيه بالظبط، يبقى هو معاه. يبقى ساعتها هتلاقي ان المعادله دي بتاعتك هنا في اتجاه يو واحد دي بقت قيمتها 10. طيب لو انا جيت في المساله حطيت لك واحد تاني هنا بس ده كلوك وايز وقيمته 5، يبقى ده بما انه عند النقطه اللي فيها ديجري اوف فريدم يبقى ده بي جوين عندي يو 2. طب موجب ولا سالب؟ ده عكس ده، يبقى هيتحط سالب 5. ليه انا قلت عكس؟ لان انا بقول لك افترض ان هو كلوك وايز وهنا ده انا فارض انه كاونتر كلوك وايز، يبقى عكس بعض. فانا بس عايز اوصل لك ان فكره البي جوينت يعني مش طول عمرها هتفضل زيرو، هي مش هتبقى بزيرو في حاله واحده بس، لو انا حطيت لك كونسنتريتد لود او كونسنتريتد مومنت عند الديجريز اوف فريدم اللي احنا بنحل عندها. يعني لو انا عندي ديجريز اوف فريدم روتيشن يبقى انا هبص عند النقط دي في كونسنتريتد مومنت ولا لا. طب لو انا كان عندي ديجري اوف فريدم راسيه يبقى انا هشوف في حمل راسي ولا لا. لحد دلوقتي كده في مشكله؟ طيب الحاجه الثانيه اللي عايزين برضو نتكلم فيها النهارده، انا كل المسائل اللي حليتها معاك وما كانش فيها ديجريز اوف فريدم غير فقط روتيشن. ليه؟ لان انت بيبقى عندك سبورتات جوه يا اما رولر او هينج، وفي الحالتين هما بيمنعوا الحركه الايه الرأسية. هل كل السبورتات اللي موجودة عندي هتكون فعلا يا رولر يا هينج وبالتالي تمنع حركة رأسية؟ لا. تعال نفكر كده في فكرة تانية شوية. ايه رأيك لو جبت لك مسألة شبه دي؟ ايه بقى الفرق اللي في المسألة دي؟ دي مسألة أولها فيكسد وآخر فيكسد، بس المرة دي بدل ما حطيت لك هنا هينج أو رولر حطيت لك ايه؟ حطيت لك سبرينج. طب ايه الفرق بقى في السبرينج عن أي حاجة تانية؟ الفرق في السبرينج إن هو مش ريجيد سبورت، وبالتالي أنت مش الحركة عنده أنا ما أقدرش أقول إن هي بزيرو. هي مش بزيرو خالص، هي ليها قيمة. طب هل معنى ان هي ليها قيمة ان النقطة دي فري بتتحرك يعني الى ما لا نهاية؟ لا، ده بيتحرك بمسافة معينة وفي ستيفنس قصاده اسمها ايه؟ الكي دي. تمام. يبقى القصة كلها ان انت المرة دي هنا ما بقاش عندك حاجة ريجيد. طب ماشي، هنحلها ازاي بقى؟ تعال نجرب نفس الكلمتين اللي قلناهم. انا جيت هنا قلت لك الاي اي بتاعت المسألة كلها بكام، الكي بتاعت السبرينج ده بكام. تمام. فعشان كده اللي انا عايز اعمله هو ايه، تعال نشوف دي هتتحل ازاي وكام ديجري اوف فريدم. النقطة الأولانية عندها 2 ديجري اوف فريدم عمودية على المنبر وروتيشن، بس أنا عارف إن هما بصفار عشان الفيكسيشن زيها زي اللي في الآخر. نمسك النقطة دي، هل دي أنت مانع الحركة الرأسية؟ لا، وبالتالي هنا هيبقى فيه واحد رأس. طب هل أنت مانع الدوران؟ برضه لا، فبالتالي هيبقى عندي الدوران اسمه يو 2. يبقى تاني كده ده السيستم اوف ديجريز اوف فريدم اللي هيبقى موجود عندك. يبقى انا عندي دلوقتي المساله بتاعتي الجوينت الواحده دي هيبقى عليها يو 1 ويو كام ويو 2. حاجه بقى مهمه، الفرق الوحيد في المساله دي عن اللي فاتت هو وجود السبرينج. طب برضه هيفرق معايا في ايه؟ اول فرق احنا شفناه انه اداني هنا ديجري اوف فريدم راسيه اسمها يو 1 عشان الحركه في اتجاه السبرينج مش بزيرو، ليها قيمه اسمها دلتا ما نعرفش بكام، انا سميتها يو 1. تمام. والسبرينج ده ليه ستيفنس اسمها كي. طب في الاخر خالص هعمل ايه بقى؟ احنا كنا بنروح نحل اجيب الاستفنس ماتريكس على الممبر الاولاني والتاني واعمل لهم اسامبلي. المره دي بقت المساله بتاعتي دي ما بقاش عندها ممبر واحد واثنين بس، ده بقى عليها ممبر واحد واثنين وسبرينج. عشان كده الاختلاف الوحيد هيظهر وانا بجيب الاستفنس ماتريكس بتاع كل المنت. طيب تعالى نمشي خطوه خطوه، هل الفيكس الاند مومنتس تختلف؟ لا، الاولانيه فيكسد عليها ديستريبيوتد لود، ده بيقول سكورد على 12، ده بيقول على 2 على 2، طلعنا اللود فيكتور او البي ممبر بتاعي. المسألة التانية عليها كونسنتريت لود في النص يبقى بي ال على 8، وهنا نص اللود وهنا نص اللود وادي اللود بتاع المسألة. تمام. عملنا القصة دي كلها، نيجي بعد كده عملت اسامبل للبي ممبر، جمعت من هنا يو 1 6 ومن هنا يو 1 5 طلعت 11، يو 1 يو 2 هنا ناقص 6، يو 2 هنا 7.5 طلعت 1.5. نيجي بقى للخطوة المهمة اللي عندي، عايز اجيب الاستفنس ماتريكس بتاعت الممبر ده. هو الممبر ده طوله 6 وده كمان طوله كام؟ طوله 6. طب مش الاثنين ليهم نفس الاي اي؟ يبقى هي نفس الاستفنس ماتريكس.
فانا جبت اهي الستنس ماتريكس 12 اي اي على الا تكعيب، عوضت بالقيم اللي موجوده عندي، عندي ال وعندي الاي اي، مليت الماتريكس دي. الاختلاف ان الممبر الاولاني هو 0 0 اخره يو 1 يو 2، الممبر الثاني هو اوله يو 1 يو 2 واخره 0 0. تمام، نيجي بقى للنقطه المهمه، هل كده المساله ما فيهاش غير الاثنين ممبرز دول؟ لا، ما تنساش ان في مين، سبرينج. سبرينج ده حاجه بسيطه جدا بس ما ينفعش تهملها. السبرينج ده ما بيتحركش غير في اتجاهه بس، هو بار اليمنت شبه البار اللي احنا خدناه في اول حاجه في الترم خالص. وعشان كده بقول لك لو انت كنت متخيل ان ده ليه ستيفنس ماتريكس فهي ستيفنس واحد في واحد، قيمتها كي في اتجاه اليو واحد اللي هي الحركه اللي في اتجاه السبرينج. اللي انا عايز اقوله لك انك لما تيجي تعمل اسمبلي ما تنساش السبرينج. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ همسك الممبر الاولاني يو واحد مع يو واحد هتديني كام؟ 555.55. طيب الممبر الثاني يو واحد مع نفسها يبقى برضه تديني 555، ما تنساش وتاخد معاك السبرينج. يو واحد مع يو واحد هو كمان مين؟ الكي بتاعت السبرينج. فعشان كده هتلاقي هنا 555 في 2 دول ان التو ممبرز زائد ال 500 اللي جايه منين؟ من السبرينج. طب بعد كده نعمل ايه؟ تعال نجرب ناخد يو واحد كده مع يو 2 اهو، يبقى في اول ممبر يو واحد مع يو 2 هتديك ناقص 1666. طب ومن هنا يو واحد مع يو اتنين هتديني زائد 1666، مجموع الاتنين دول هيطلع كام؟ زيرو. طب هل هنا في واحد مع يو اتنين؟ لا، احنا اتفقنا السبرينج ما بيتحركش غير في اتجاهه فقط لا غير، فعشان كده هتلاقي ده زيرو من التماثل، يبقى ده زيرو. بعد كده يو اتنين مع يو اتنين هجيبها من الممبر الاولاني 6666، من الممبر التاني 6666، فهنا بقت القيمة هي مضروبة في اتنين، من السبرينج ما بيأثرش خالص في الروتيشن، وبالتالي هنا مفيش حاجة تزود عليه. دي الكي، وانا جبت البي ممبر ما بقاش فيه اي اختلاف في المساله. بعد كده حليت السيستم اوف ايكويشن، بي جوينت بصفار، ادي البي ممبر زائد الكي في اليو واحد، دول معادلتين في مجهولين اه بس الدياجونال بصفار، فانت تقدر تجيب يو واحد ان هي 11 مقسومه على 1611، والثانيه يو 2 1 ونص على 13333. جبت القيمتين دول هم يو 1 ويو 2. بعد كده لو عايز الفورس في كل ممبر هتاخد الكي بتاعت الممبر الاولاني اللي هي دي، تضربها في 0 و0 ويو 1 ويو 2 اللي احنا جبناهم، بس ما تنساش تجمع عليهم البي ممبر بتاع الممبر الاولاني. عملنا كده هتلاقي نفسك طلعت في الاخر خالص قيمه مين؟ البي ممبر الاولاني بالشكل ده، البي ممبر الثاني بالشكل ده. حلينا الكلام ده، طلع لي في الاخر خالص ادي قيم الرياكشنز، ادي قيم المومنت، منهم اقدر ارسم شير فورس دياجرام عادي خالص 9.61 لفوق، نزلت 2 في 6 ب 12 وصلتني ل 2.39، طلعت الرياكشن اللي عند السبرينج اللي هو 3.41، طلعت لفوق لحد 1.2%، امشي كونستنت وبعدين انزل ل 10 وبعدين امشي كونستنت واطلع ل 8.98، الاقي نفسي وصلت للزيرو. طب المومنت في الاول وفي الاخر موجودين عندي اللي هم البي ممبرز، ادي في الاول خالص 9.61 وفي الاخر خالص 19.25. طب في النص من نهاية الممبر الأول 4.63 ومن بداية الممبر الثاني ناقص 4.63، فجيت رسمته أهو لفوق، لو سوري لتحت. ليه لتحت؟ لأنه هنا كان طالع لي هنا بالموجب، معنى كده إن هو كاونتر كلوك وايز. طالما على الممبر الأولاني وكاونتر كلوك وايز يبقى بيلف كده، يبقى دي رسام فين؟ لتحت. فجيت رسمته أهو ده لتحت، وصلت ما بينهم وعلقت برابطة، وصلت ما بينهم وعلقت بي ال على 4، وصلت بخط مستقيم. يبقى اللي احنا وصلنا له، بس الحاجة المهمة ان مش دايما هتلاقي ان القيم بتاعت degrees of freedom هي كلها rotation. طب امتى ما تكونش rotation؟ امتى يكون في حركة translation زي اللي انا كنت جايبها معاك في المسألة دي، ان يكون عندي هنا يو واحد مثلا رأسية، ان يكون ده مش rigid support يعني مش رولر يعني مش هينج، ممكن يكون في صورة spring، فبالتالي لازم تاخد عندي يو واحد. طيب سؤال تاني، هل انا دلوقتي لو جيت قلت لك السبرينج ما ينفعش يجي غير ان هو ترانسليشن بس، ما ينفعش يكون في روتيشن سبرينج؟ لا ينفع. ولو انا كنت جيت قلت لك ان عندي نفس النقطه دي حطيت روتيشنال سبرينج هنا، رسمت هنا كده روتيشنال سبرينج، هل معناه ان القيمه بتاعت الروتيشن اللي هنا طلعت بزيرو؟ لا، في روتيشن. طيب ايه الفرق لو حطيت لك روتيشنال سبرينج؟ الفرق الوحيد ان هيبقى في سبرينج تاني الجديد اللي هو روتيشنال، ليه كي تانيه اسمها كي 2، والستيفنس ماتريكس بتاعته برضه هي واحد في واحد، بس هل هتبقى يو واحد مع نفسها ولا يو اتنين مع نفسها؟ انا بتكلم ان ده اسمه روتيشنال سبرينج، يبقى بيقاوم روتيشن، يبقى ساعتها هيبقى عندك الستيفنس ماتريكس السبرينج الجديد هي كي اتنين اللي انا هديها لك، وهي ما بين يو اتنين ويو اتنين، يبقى ساعتها مش هتفرق معاك في المساله غير انك هتيجي هنا تزود الكي بتاعت السبرينج الروتيشنال في حاله انه كان موجود عند النقطه دي. تمام،
يبقى اللي احنا بس عايزين نوصله لك فكره السبرينج هو جزء من المساله، هو كل فرقه عن الريجيد سبورت ان الريجيد سبورت كان معرفك ان الديفورميشن اللي عند النقطه دي بزيرو، لكن هو في الحقيقه وجود سبرينج ما بيخليهاش بزيرو، بس في نفس الوقت هي مش نقطه فري، هو بيقاوم معاك، فعشان كده لازم ناخد الكي اللي معاه. تمام. طيب لحد دلوقتي كده المفروض ان تقريبا كل المسائل اللي موجوده عندك في الاساينمنت احنا عدينا على كل افكارها، المفروض ان شاء الله انكم تقدروا تحلوا الاساينمنت ده، ويا ريت تبتدوا فيه بسرعه، هو مش كتير، هو كله على بعضه بتاع 5 مسائل هتحلوهم وترسموا فيهم الشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام وتجيبوا رياكشن زي ما احنا عملنا في كل المسائل. وان شاء الله يوم الاربعاء هنتقابل بحيث انكم لو عندكم اسئله في اي حاجه هنقدر نشرحها مع بعضينا او اوضح لكم او اجيبكم على الاسئله بتاعتكم. شكرا.